قام رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل بزيارة إلى دولة ليبيا، حيث التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. ونقل اللواء عباس كامل تحيات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود الجيش الليبي. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على دعم استقرار دولة ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وقد أجريت أثناء الزيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات والمشير خليفة حفتر، تناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها. وأطلع قائد الجيش الليبي رئيس المخابرات العامة على تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد على قوة العلاقات بين البلدين.